कुछ नहीं होता। डांस मेरी रानी, नाच 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 नाच। एक बात सुनो, डॉन को पकड़ना मुश्किल। कियारा प्रीति एंड कियारा बेहतर तोहफा मेरे को लाइफ में किसी ने नहीं दिया। यही कहना चाहूंगा। انبأ من قلب الحدث واخبار حصري عن نجوم عالم بوليوود والدراما الهندية. هل نورة فتحي وقعت في حب احد متسابقي برنامج جلاك ديكلاج الموسم العاشر؟ ما تفاصيل الخبر وما حقيقته ومن يكون هذا المتسابق؟ نجم بوليوود فواد خان يوضح بقوة سبب ابتعاده عن عالم بوليوود ويكشف سبب خوفه من العودة إليه من جديد في تصريحات حصرية وصادمة. المخرج والمنتج كارن شوهر يغادر تويتر ويوضح سبب مغادرته حصريا وعلاقة الممثلة المثيرة للجدل كانغان رانوت بذلك. أخيرا الثنائي البوليوودي سيدهارت مالهوترا وكيارا أدفاني يحددان موعد زفافهما وتفاصيل حصرية عن تحضيرات زفافهما القريب. देखती हो मुझे, देखती हो जहां, मैं यहां। بعد الظهور الأخير لكل من سيدهارت مالهوترا وكيارا أدفاني في برنامج كوفي ويد كارانا وإدلائهما بتصريحات حصرية تؤكد بشكل ضمني حقيقة مواعدتهما، أصبح اليوم الثنائي حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أعلن مصدر مقرب من النجمين حصريا موعد زفافهما القريب وأكد قائلا: سيدهارت مالهوترا وكيارا أدفاني صريحان بشأن علاقتهما لأنهما متأكدين من حب بعضهما البعض. سيتم عقد قرانهما في أبريل من العام المقبل، ولن يتم دعوة أي شخص من بوليوود لحضور حفل الزفاف لأنها ستقام في الغالب في دلهي في منزل عائلة سيدهارت. سيقومان أولا بإجراء زواج مسجل وبعد ذلك حفل زفاف بسيط ويتبعه حفل الاستقبال، لكن لا نعرف ما إذا كانت ستتم دعوة المشاهير إلى حفل الاستقبال أم لا، لأن كل شيء سيتم في دلهي. النجم الباكستاني فواد خان الذي شكل غيابه عن عالم بوليوود علامة استفهام لدى العديدين ليخرج اليوم عن صمته حصريا بتصريح يوضح سبب ابتعاده عن عالم بوليوود وخوفه من العودة إليه من جديد. إذ سئل فواد خان في مقابلته الحديث عما إذا كان يرغب في العودة إلى العمل في بوليوود مرة أخرى، فرد قائلا: إنه سؤال جيد، لكنني لا أستطيع إعطاء إجابة محددة حتى يستقر الوضع بين الباكستان والهند. كما أكد على أن سبب انتهاء مسيرته في بوليوود يرجع إلى التوترات السياسية بين الباكستان والهند، كما أضاف قائلا: لقد كان تعاوني مع الأشخاص الذين تعرفت عليهم تجربة رائعة واستمتعت بها حقا، والتداعيات السياسية بين الباكستان والهند لم تؤثر على علاقتنا، لكنها بالتأكيد جعلتنا حذرين جدا، فأنا أكره المواجهة وأريد تجنبها، ولست متأكد من وجود شخص في بوليوود يريد العمل معي، لأن أصابع الاتهام ستوجه إليهم.
كما أكد على أنه حتى في حالة وجود أشخاص في بوليوود يريدون التعاون معها سيتحملون العواقب، وهو أيضا سيتعرض لهجوم وتهديد من طرف الشعب الباكستاني، فهو ينتظر بفارغ الصبر استقرار الوضع بين البلدين للعودة من جديد إلى عالم بوليوود. لقد تعرض المخرج والمنتج السينمائي كاران جوهر لموجة انتقاد وهجوم كبيرة بسبب برنامجه المثير للجدل كوفي ويت كاران، وأيضا بعد إطلاقه لفيلمه براهماسترا من بطولة عليا بهات ورامبير كابور بتعاون مع المخرج أيان مخرجي، إذ نعت بأبشع الأوصاف ولقب بأقبح الألقاب واتهم بالمحاباة ودعمه لأبناء نجوم بوليوود على حساب الموهبة، الشيء الذي دفع إلى غلق حسابه الشخصي على تويتر بعد نشره لبوست يتضمن ما يلي: سأفسح المجال للمزيد من الطاقة الإيجابية فقط، وهذه هي الخطوة الأولى نحو ذلك، ودعا تويتر. وقد جاء هذا القرار بعد مقابلته الأخيرة مع صحيفة بوليوود هانغاما، اتحدث عن الأشخاص السلبيين من صناعة السينما الذين حاولوا مهاجمة فيلم براهماسترا والتشكيك في أرقام إرادته في شباك التذاكر، وعلى رأسهم النجمة المثيرة للجدل كانغانا رانوت التي تكون دائما على استعداد كامل لشن هجومها على كاران جوهر وأبناء نجوم بوليوود واتهامهم بالمحسوبية وانتقاد أدائهم على الشاشة. لقد انتشرت هذا اليوم أخبار تؤكد على أن هناك شيء يحدث بين نورة فتحي وأحد متسابقي برنامج الراقص جولاك ديغلاجا الموسم العاشر، وهو الممثل التلفزيوني باراس كنافات الذي فاز بلقب الراقص الأكثر شعبية ووسامة في عام 2016. فبعد أن قام الممثل باراس بتنظيم جلسة سؤال جواب على حسابه الشخصي على الإنستغرام، سئل عن سبب عدم متابعته لحساب نورة فتحي ليجيب قائلا: أنا أنتظر أن تتابعني هي أولا، ويبدو اليوم وكأنه الحلم يتحقق لباراس كنافات، حيث بدأت نورة فتحي أخيرا في متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي وقام بمشاركة ذلك وعلق قائلا: هل أنا أحلم؟ وللإشارة فقد اعترف سابقا باراس كنافات بإعجابه الكبير بنورة فتحي، كما كشف أيضا أنه انتظرها لمدة ساعة للحصول على صورة واحدة منها، لكنها لم تستطع مقابلته لأنها كانت على عجلة من أمرها للذهاب إلى التصوير. لكن عموما هذه مجرد تنبؤات وتكهنات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في انتظار تأكيد رسمي في الأيام القليلة القادمة. سنتا